ما كنا نحن حاسبين هيك حساب يوصل الوضع لهون، كنا عايشين بنعيم، كان يبقى كتير معنا مصاري. كيف تأثرت؟ تأثرت، أنا كنت أطلع بتاكسي، أطلع أدفع ألف أنزل بألف، هلأ صرنا ندفع، بدنا نطلع على الشغل بدنا نشتغل بدنا ندفع 40 طلع و40 نزلة. تأثرت، تأثرنا هيك كتير بهالأزمة. كنا نروح على التعاونية نشتري غراض للموني، يعني مواد غذائية وهيك، كنا ناخد معنا 200 ألف نشتري ونعبي كل شيء للبيت، هلأ صرنا ناخد 4 مليون 5 مليون وما بكفوا. الكهرباء والاشتراكات، كنا نحن عنا اشتراك، هلأ نحن وقفنا الاشتراك بسبب انه نحن صار يطلع علينا بالشهر 4 مليون 3 مليون. وقفنا الاشتراك، هلأ صرنا قاعدين، يعني قعدنا فترة على الشمعة، يعني ما كان عنا لا ضو ولا كان عنا شيء، وتحملنا كتير. حياتي تغيرت، انه كنت روح انا اظهر انا ورفقاتي كل جمعه، بس عطل من الشغل اظهر نروح مطعم نروح نتعشى. هلا صرنا بدنا نروح، اذا بدنا نروح نعمل 100 ألف حساب، اذا بدنا نروح ناكل او نشرب. التياب كمان نفس الشيء، كنا نشتري تياب، كنا نشتري تياب بالشهر مره.